السلام عليكم، حياكم الله متابعين قناة نواف في فيديو جديد. في فيديو اليوم راح اشرح لكم ايش المقاسات المناسبة لمشاركة الصور على انستغرام، كيف نطلع صور انستغرام ونشاركها بالبوست بجودة عالية وما تتأثر وبالمقاسات الصحيحة. وفي نهاية الفيديو برضو راح اعيد شرح شيء انا قد شرحته قبل كذا، وهو كيف نصدر من خلال التطبيقات اللي نستخدمها لمعالجة الصور او تعديل الصور، كيف نصدر من خلالها البكسل المناسب لمشاركة الصور هذه في انستغرام. اذا ما فهمت شيء من اللي قاعد اقوله في الشرح باذن الله راح تفهمه. اعطيني لايك على هذا الفيديو واشترك في القناه اذا ما كنت مشترك، وفعل جرس التنبيه. بديتكم الله، والله بديتكم. باقي لنا تكة على 7000 مشترك. حياكم الله متابعين قناه نواف من جديد. اول شيء طبعا خيار مشاركه بوست انستغرام في كذا خيار، عندي خيار اللي هو 1:9، وعندي خيار 1:1، وعندي خيار 4:5. هذه الأحجام كلها تكون صحيحة لمشاركة بوست الانستغرام. وإذا حاب تعرف الطريقة، أي تطبيق تستخدم لمعالجة الصور راح تطلع معك نفس الطريقة هذه ونفس الشرح بإذن الله. أنا على سبيل المثال استخدم برنامج اللايت روم موبايل. إذا كنت تستخدم أي تطبيق ثاني تقريبا الإعدادات هي نفسها. أدخل أول شيء على التطبيق، حتطلع عندي هذه الخيارات. عندي تحت الخيار على اليسار اسمه كروب، أو نفس العلامة هذه تلقوها في أغلب تطبيقات التصوير أو اللي تعديل الصور. أضغط عليه بهذا الشكل. عندي على اليسار حجم المقاسات، أضغط عليه. عندي المقاس الطبيعي للصورة اللي هو 9:16. هذا المقاس من البداية أعلمكم أنه هذا مناسب لستوري انستغرام وللريلز، وفي نفس الوقت مناسب مشاركه ممكن حتى على السناب شات. طيب بالنسبة للانستغرام هو موضوعنا اليوم، كيف أصدر الصورة الانستغرام؟ عندي عدة خيارات، أشهرها اللي هو 1:1، لو أضغط عليه بالشكل هذا مثلا، اخترت الاختصاص يكون بهذا الشكل، أضغط على صح. أنا من الناس اللي ما يناسبني صراحة هذا الاختصاص، ولكن هو اختصاص صحيح أو خيار صحيح لمشاركة الصور على بوست انستغرام. وبرضه إذا ما كان عندك خيار 1:1 أو ما عندك خيار أنت تختار من خلاله، ممكن تختار مقاس 1080x1080، هو برضه المقاس الصحيح ويعادل 1:1. المقاس اللي أنا يناسبني وأشاركه دائما بحجم الصورة بهذا الشكل، الآن راح أوريكم. نرجع خطوة للخلف، أروح ثاني مرة للكروب مقاس الصور. عندي تحت مقاس 4:5، أو ممكن حتى إذا ما كان طالع عندك هذه الأرقام ممكن 1350x1080، أضغط عليه وأختار المقاس بهذا الشكل وأحط صح. هذا هو المقاس الصحيح اللي أنا أحب أشاركه على إنستغرام. ممكن حتى نطلع فوق ننزل تحت حسب الطريقة اللي تناسبنا، بعدين أحط صح. الآن جينا للخطوة الأخيرة، لو حاب أشارك الصورة بجودة عالية انستغرام تقول لك أكثر من 2000 بيكسل راح يتم ضغط الصورة وراح تطلع معك بجودة سيئة. طيب إيش أسوي في هذه الحالة؟ أروح على خيار تصدير الصور، هتطلع عندي مجموعة خيارات. تحت عندي هنا خيار Export to Camera Roll، جنبه في مربعين تقريبا، أضغط عليها هتطلع معي هذه الخيارات. عندي الخيار الأول والخيار الثاني، أخليه نفس الطريقة هذه نفس اللي أنا حاطها. الخيار الثالث ممكن يكون عندك بأي مقاس، هنا انت لازم تخليه 1350، هو الحجم اللي راح يطلع معاك بوستات بحجم ودقة ممتازة في انستغرام. اذا كان عندك خيارات بهذا الشكل احط من فوق صح، ارجع ثاني مرة احط Export to Camera Roll وراح يصدر معي الصورة ونقدر نشاركها في الانستغرام بجودة عالية. اتمنى كان الشرح واضح معاكم واستفدت منه. اذا في اي ملاحظات، في شيء ما فهمته، اكتب لي تحت في صندوق التعليقات، راح اشوف الكل وراح ارد ان شاء الله على الجميع. قبل ان ننهي فيديو اليوم لا تنسى تدعمني باللايك وتشترك في القناة اذا ما كنت مشترك. وش تنتظر؟ ادعمني باشتراكك وباللايك على هذا الفيديو. انا نواف، القاكم في فيديو جديد، في امان الله.